قدام 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 شو صار؟ قدام 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 قليلي شو صار لي؟ قدام دكتور ساعدنا إذا بتريد. نحن غلطنا معكم، قبلنا نفوتكم بيتنا من بعد كل هاي السنين، واعتبرنا جانجا وحدة منا، ما حبيناكم مثل ما لازم نحبكم أفيناش. أكشهد بس أنا خلص، أنت ومرتك ما عاد في داعي لتبقوا هون أبدا. جانجا خسرت ابنها بسببها هي، بس صدقني يا أفيناش إنه إذا زوجتي قدام بيصير لأي شيء سيء هي أو الطفل يلي ببطنها رح انسى انك اخي، وانه جانجا بتكون مرتك ورح يكون حسابكن عصير. استاذ جندال دكتور قدان منيحة؟ في اي مضاعفات؟ الولد صار له شي دكتور؟ خبرنا. خلص لا تخافوا، كل الامور منيحة. شو يعني؟ حماتي غابت عن الوعي قدامنا وانت السفر والسيارات خلال الحمل بتتعب اكثر من العاده. كتبت لها على ادويه، انتوا بس ديروا بالكم على اكلها منيح، وكمان لا تخلوها تشتغل ابدا، لازم ترتاح اكثر من هيك. رح ندير بالنا عليها. شكرا كثير لك دكتور. هذا واجبنا سيد جندال، لا تخاف انا رح روح هلا. انتي رح تموتيني شي يوم قدام، ليش عنيدة كل هالقد؟ انتي لازم ترتاحي. مو معقول انت شو بتخاف؟ دقيقة بس، في شغلة عم فكر فيها. لا لا لا، انا بدي ابني يكون شجاع. يعني عم تقولي انه انا ماني شجاع؟ دقيقة بس، ما بدي انه ابني يكون شجاع وقت ما يكون في خطر. بدي ابني يكون ما بيعرف الخوف مثل الأبطال. طيب ماشي يا بطلة، بيكفي هلا، ورجينا شطارتك بعدين. انت لازم ترتاحي اذا بتريدي، اتفقنا؟ قدان منيحة هلا، بس هالشي ما بيعني اني غيرت رأيي وقراري. هلا كنت قدان حامل، ما بدي عالم منيحة تكون حواليها لانه بيعرضها للخطر.